السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طالبات الصف 11 أدبي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. برحب بكم مرة تانية معايا في درس جديد من مادة العلوم العامة، ومعاكم معلمة المادة ولاء محمد. هنستكمل درسنا السابق اللي هو بعنوان صحة القلب، وهتكون أهداف درسنا اليوم. في نهاية درسنا هنتعرف على المعدل الطبيعي لضغط الدم وكيفية قياسه ودلائل القراءات المختلفة لضغط الدم. في الحصة الماضية عرفنا نبض القلب، تعرفنا على مفهوم نبض القلب وعدد النبضات اللي بينبضها القلب في الدقيقة الواحدة. مين تقدر تفكرني بمعدل النبض الطبيعي في الدقيقة؟ صح، من 60 لـ70 نبضة في الدقيقة، وكل ما بينخفض معدل النبض في الدقيقة ده مؤشر جيد على صحة القلب. هنكمل مع بعض الدلائل التانية على صحة القلب، والدليل التاني على صحة القلب هو ضغط الدم. قبل ما نبدأ نتعرف على ضغط الدم عندنا، لازم نعرف حاجة بسيطة مع بعض. الصورة اللي قدامي دي بتبين لي حركة بعض الجزيئات من منطقة للأخرى عبر غشاء بنقول عليه غشاء شبه منفذ. وعرفنا في السنين اللي فاتت ان السوائل وحتى المية أو بعض الجزيئات زي الغازات بتنتقل من مناطق لمناطق اعتمادا على الضغط، يعني الضغط هو بيكون أحد العوامل اللي بيعتمد عليها انتقال السوائل. الدم بتاعي أو الدم اللي موجود في الجسم عندنا واللي بينتقل من القلب لجميع أجزاء الجسم أو العكس من أجزاء الجسم إلى القلب هو كمان نوع من أنواع السوائل، وانتقاله بيعتمد على الضغط. يبقى معنى كده ان اختلاف ضغط الدم عندنا هو اللي بيتسبب في اندفاع الدم وحركته من والى القلب. يبقى عرفنا ان ضغط الدم بيؤثر على سريانه من والى القلب. الصورة اللي قدامي بتوضح لي حركة الدم من والى القلب. ازاي بقدر اجمع الدم من اجزاء الجسم وادخله للقلب؟ وطبعا الدم اللي بنجيبه من اجزاء الجسم عشان يدخل القلب بيكون عبارة عن دم غير مؤكسج، يعني في نسبة قليلة من الاكسجين ونسبة كتيرة من ثاني اكسيد الكربون. بيتجمع الدم الغير مؤكسج من اجزاء الجسم العليا عن طريق الوريد اللي قدامي دوت اللي اسمه الوريد الأجوف العلوي، ومن أجزاء الجسم السفلى بواسطة الوريد الأجوف السفلي، ويبدأ الدم الغير مؤكسج يتجمع ويدخل إلى القلب. أثناء كده بيبدأ القلب ينقله إلى الرئتين للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وليحمل مرة أخرى بالأكسجين. بنقل الدم من داخل القلب إلى الرئتين عبر الأوردة الرئوية عن طريق الوريد الرئوي اللي في الجنب دوت، بينتقل الدم إلى الرئة اليسرى، وعن طريق الوريد الرئوي الآخر اللي في الجنب اليمين بينتقل الدم إلى الرئة اليمنى. طبعا الدم بيكون محمل بثاني أكسيد الكربون وبعض الفضلات، بيروح إلى الرئتين يحمل بالأكسجين ويعود مرة أخرى إلى القلب. هيجي من الرئتين إلى القلب عن طريق الشرايين الرئوية. يبقى الدم هيجي من الرئة اليسرى بواسطة الشريان ده، ومن الرئة اليمنى بواسطة الشريان ده، يبدأ يتجمع جوه القلب مرة تانية علشان نبدأ نضخه بواسطة الوريد بواسطة الشريان الأورطي أو الأبهري إلى جميع أجزاء الجسم. يبقى دي حركة الدم من وإلى القلب، بجمع الدم بالأوردة وبوزعه بالشرايين. يبقى كده عرفنا إزاي الدم بيتجمع من أجزاء الجسم ليدخل القلب عشان ينتقل للرئتين يحمل بالأكسجين ويرجع مرة تانية للقلب، وبعد كده الدم بالقلب يضخه إلى جميع أجزاء الجسم. وطبعا الضخ الدم عشان أقدر أضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم بضخه بضغط، هو ده ضغط الدم
اللي هنتعرف عليه لاحق. الأجهزة اللي قدامي دي هي الأجهزة الطبية المستخدمة لقياس ضغط الدم. الجهاز اللي في الصورة ده يستخدم لقياس ضغط الدم، وأيضا الجهاز الديجيتال أو الرقمي اللي بيعطينا قراءة رقمية بنقدر نستخدمه أيضا لقياس ضغط الدم، وهي دي الأجهزة المستخدمة عشان نقيس بيها معدل ضغط الدم. عايزين نفكر مع بعض يعني إيه كلمة قياس ضغط الدم؟ معنى أو لما أروح للطبيب وأقول له أنا عايز أقيس ضغط الدم بتاعي، يعني إيه كلمة قياس ضغط؟ كلمة الضغط هو معناها ضغط المسبب أو الذي يبذله القلب لجعل الدم يتدفق. يبقى ضغط الدم بتاعي معناه القوة أو الضغط اللي بذله القلب عشان يقدر يجعل الدم يتدفق من وإلى القلب أو من وإلى أجزاء الجسم. المعدل الطبيعي لضغط الدم عندنا زي ما احنا شايفين القراءة بتكون 120 على 80، ده المعدل الطبيعي لضغط الدم للشخص السليم. وإذا ارتفع ضغط الدم عن القراءة دي ده بنسميه ارتفاع في ضغط الدم، وده بيكون دلالة على عدم صحة القلب أو على وجود المشاكل الصحية في شرايين القلب. يبقى عشان أكون شخص مظبوط وضغط دمي مظبوط لازم تكون القراية بتاعتي 120 على 80. طيب عندنا بعد كده اتعرفنا على أجهزة قياس ضغط الدم. الجهاز اللي في الصورة قدامي ده الجهاز الرقمي اللي عن طريقه بيظهر لي قراءة رقمية لمعدل ضغط الدم. لو شايفين قدامنا في الصورة اللي قدامنا الوضعية الصحيحة لقياس ضغط الدم، عشان أقيس ضغط الدم ويطلع مظبوط معايا وتكون القراءة بتاعتي صحيحة لازم الإنسان يكون في وضع جلوس ومرتخي تماما ويكون في وقت راحة مش باذل أي مجهود قبلها، ومادد اليد على الشكل اللي احنا شايفينه ده، وراحة اليد بتاعته بتكون مفتوحة عشان ما كنش قابض عليها أو قابض على العضلات بتاعتي ومسبب ارتفاع لضغط الدم، عشان نقدر نقيس وناخد قراءة صحيحة لضغط الدم بتاعنا. طبعا لما بنقرأ ضغط الدم بيطلع قدامي قراءتين، قراءة كبرى وقراءة صغرى. القراءة الكبرى اللي هي بنسميها الضغط الانقباضي، واللي احنا قلنا معدلها الطبيعي بيكون حوالي 120 أو ما يقارب، والقراءة الصغرى اللي هي الضغط الانبساطي واللي قراءتها الطبيعية أو معدلها الطبيعي بيكون 80 أو ما يقارب. يبقى الضغط اللي فوق أو احنا بنكتب المعدل الطبيعي 120 على 80، القراءة اللي فوق بتمثل لي الضغط الانقباضي، والقراءة اللي تحت بتمثل لي الضغط الانبساطي. يعني ايه ضغط انقباضي ويعني ايه ضغط انبساطي؟ ضغط انقباضي من اسمه ده القياس بتاع ضغط الدم اثناء انقباض عضلة القلب، يعني انا بقيس ضغط الدم وقت ما تنقبض عضلة القلب بتاعتي عشان تضخ الدم. في اللحظة دي انا بقيس القراءة، والقراءة اللي اخدتها بسميها ضغط انقباضي. في اللحظة اللي بتنبسط فيها عضلة القلب بعد الضخ، بعد ما ضخت الدم وخلصت، أنا بقيس قراءة ضغط الدم أثناء انبساط عضلة القلب وأسميها الضغط الانبساطي. يبقى أنا باخد قراءتين، ضغط انقباضي أثناء انقباض عضلة القلب، وضغط انبساطي أثناء انبساط عضلة القلب. الضغط الانقباضي على الضغط الانبساطي بيمثلوا لي الاثنين القراءة الطبيعية لضغط الدم. عايزين نتأمل الجدول اللي قدامنا دوت ونشوف القراءات اللي موجودة فيه وبعدين نناقش القراءات مع بعض. لو لاحظنا القراءات اللي معانا هي قراءات للضغط الانقباضي والضغط الانبساطي،
قلنا في الشخص الطبيعي الضغط الانقباضي يقارب 120 أو أقل، والضغط الانبساطي بيكون أقل أو يقارب 80. يبقى معنى كده أن القراءة وقتها بتكون 120 على 80، ده معدل الضغط الطبيعي. طيب إذا ارتفع ضغط الدم عندي بتكون القراءة من 120 ل129، ده الضغط الانقباضي. وبالنسبة للضغط الانبساطي بيكون عبارة عن أعلى من 80. يبقى إذا ارتفع الضغط الدم عندي هلاقي القراءة بتاعتي تجاوزت 120 ووصلت إلى 129، وهلاقي قراءة الضغط الانبساطي تجاوزت 80. طب عندي ارتفاع في ضغط الدم، الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم ممكن يكون في المرحلة الأولى اللي هي بداية ارتفاع ضغط الدم، أو اللي مش متمثل خطورة أو ما أقدرش أقول عليه مريض ضغط مزمن. ولكن في الحالة دي بلاقي أن الضغط الانقباضي ارتفع 129 إلى 139، والضغط الانبساطي 80 إلى 89. يبقى معنى كده أقدر أوصف الشخص دوت أنه هو دخل في المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم. الشخص اللي بيدخل في المرحلة الثانية لارتفاع ضغط الدم بنلاقي ان قراءة الضغط الانقباضي عنده زادت عن 140، والضغط الانبساطي عنده زاد عن 90. يبقى القراءة بتاعته للضغط الانقباضي تجاوزت 140، والضغط الانبساطي تجاوزت 90. وساعتها اقول ان الشخص عندي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو في المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم. طبعا القراءات اللي قدامي دي هي قراءة ضغط الدم وقت الراحة. طب هل يؤثر اجراء التمارين الرياضية او التوتر، الجهد، نوع الاغذية اللي بنتناولها على ضغط الدم؟ نعم، يتأثر ضغط الدم بالمجهود والتوتر، نوع الأغذية. يعني الشخص اللي بيعاني من التوتر أو اللي بذل مجهود زايد بنلاقي أن القراءة بتاعته بترتفع، يعني معدل الضغط الانقباضي على الضغط الانبساطي عنده بيرتفع. كمان الشخص اللي بيتناول أغذية ملحة أو أغذية دهنية فيها نسبة عالية من الدهون كمان بتؤثر على معدل الضغط عنده وبتؤدي إلى ارتفاعه. وكذلك الشخص اللي بيعاني من السمنة وسوء التغذية، أحيانا السمنة بتؤدي، أو في الغالب مش أحيانا، في الغالب بتؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم. وكمان أمراض سوء التغذية وتناول أغذية بطريقة غير صحية وغير متوازنة بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. في نهاية درسنا اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم. بنراجع الدرس وإن شاء الله بنتلقي مع بعض في درس قادم من دروس مادة